يا الله مساء خير. يا الله القوايل اشتدت حرارتها جدا والحر بدأ والدفا بدأ والقدقدة بدت، واليوم يوم السبت يوم الكآبة. استغفر الله، كآبة والله، بس كذا كآبة يوم السبت عشان البرايم فقط، ولا أيامنا كلها حلوة؟ الله يحلي أيامنا جميعا يا رب. إيه بسم الله. باقي كم اليوم؟ 87؟ والله ما أدري. لا، 88 اليوم. 88، 89، 90، 90، 90، 90. دقيقة، كيف اليوم 88، بكرة 89، بعده 90، بعده 91، 92، 93، 94، 95، 95 هذا أسبوع، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، كيف؟ الله ما عاد درينا في دمتي دمه. يا ابو يارا علمنا يا اخي كم بقي يوم؟ والله ما احنا عارفين، ضايعين. كل شويه مقدم يقول كذا كذا، واحد يقول كذا. اغرسوا على بر يا رب، اعطونا الزبد، اعطونا الكلام النهائي. يا زين النوم زينه، اقسم بالله طبقت لي نومه، انا في كنف الله. وي شوف اذنها فخمة جدا جدا، ودي كمان اكمل، ودي اكلمك كل شوي واسكن، ابغى تطمن لا تدير. النوم سلطان، النوم ساس اللوم. اي أيوة والله، يوفقهم اللي عندهم المطبخ. شو طبختي؟ انا اعرف على طول بحكم قدرتي وقوتي في الطبخات، اعرف على طول ايش الطبخ من قبل ما تبدا حتى. حلو حلوين، هذه عرفتها. ما هي صعبة بس انها فاصوليا وهذيك ودي اكلمك دقيقة واسكن، ابغى اتضمن يسكي زمن يا فن. قلت كان يجيبها أبوي
أنا عمري سابع ها. لذلك الحين نحاول نمسكهم بسم الله. خلنا نجرب. المهم فالدنيا دي صعبة جدا والأمور زينة، اللهم لك الحمد، والله لا يجيب أكبر. أيوه أعطيك سالفة لا قد صارت ولا قد استوت. على طاري القوايل والظهريات، المهم قبل فترة صاحي الظهر ومروق ومبسوط ولا علي من الدنيا خلاف، قلت ايش بطلع باخذ لي نص شواية كذا وانقنق عليها وابسط عليها. هالله هالله طقيت لي بذيك الشواية واكلت وانبسطت وعبيت كريشتي حماس. المهم قلت بغسل السيارة وغسلتها، بعدين رحت وين؟ رحت البنشر أبغير زيت للسيارة. عقق مروق المهم أوصل عند البنشر، صديق يا مدير غير لي زيت كذا كذا اسم الزيت. قال اوكي العلبة ب 17 مدري 18. يلا اتكلنا على الله. غير الزيت، قاعد يغير الزيت هو، طلع الجوال قلب في الجوال وامشي وما اشوف الحفرة حقت الزيت. طبعا هي 4 حفر انا موقف في الاولى وفي 3. اي بالله. المهم لا يرادين كذي، وفجأة ما ادري لقدني ما عاد احس في ارض، حس اني قاعد اطير ودو ورثم يا جسمي وعلى ثمير على لحية اللي طمت في الحفرة. اوه يا ربي، وهتك من احراج وهتك من ضحك العمال يضحكون، وجاين الزباين انا رجولي تعوجت ولابس ثوب ابيض، اطلع كذا مفلخ. فزرتمت وقلت لانجس سري خلاص ما دب الدنيا دي قفلت معي، يعني المنظر اصلا سخيف ومضحك مسوي فيها مروق انت شوايتك ومغسل السياره. المهم خلص الزيت قاعدين يضحكون كلهم، جا زبون سعودي قاعد يضحك كمان. اشتري السيارة كفكف واخذها في جنبي واروح البيت وابدل واتكي وعين من الله خير. ومن بعدها استنبطت فائدة، اذا انت رايق بزيادة لا تخرج في الظهريات، لا تخرج، انتبه الظهر والقوائل اذا قد طبقت الشمس هنا في الراس، هنا 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 في هنا في النخاع، هنا اذا ضربت في النخاع خلاص عقلك يطفي النور. عاد تطلع الظهر مرة انا خلاص من بعد اخذتها كاوية، ظهريات دي مشكلة لأنها تضرب الراس الشمس والدم يصير يطبخ يفور، يقول بغ 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 بغ. الله الله عسى الله عسى الله عسى الله يعين اللي
في قدر احتاف النوم له شور له شور وهموم تناوش وتخمه تناوش وتخمه مرة من المرات رحنا العماني رحنا العماني جداني المهم سلمت على جدي وجدتي جدي جدتي يا جدتي فيك السعادة ما ادري ايش المهم انها بس كذا انشود على السالفة وسلم عليهم انا وابوي وتكي واخوي واسكنت الوضع لين تقهويت وخلصت الامور تقريبا انا رابع ابتدائي رابع وانت غرفة عماني عماني ما شاء الله تبارك الله عندهم ما شاء الله في الغرفة دي في دي وفيديو وفخامة اشرطة الفيديو مرصوصة على الطاولة على التلفزيون مرصوصة لين السقف اي والله اتفرج كذا اخذ لي كذا شريط فيديو شيل ودي امانة يا مدير اقشع سوبر ماركت ما هو بيت شل شرط الدي في دي شل حط في الكوت قشعت قشعت لين خلصت يوم خلصت الحمد لله رب العالمين فاصل اعلاني معليش المهم قشقش كل شيء خلصت الحمد لله احلى شيء اني اطلع في الشمس تطلع في الشمس عشان تعطس هذا اطلق شيء اي بالله الله الله المهم واكتش ما هب ودب الاشياء اللي ابغاها واحبها قشقشته والاشرطه والاشياء اللي ابغى اتابعها كان عندنا فيديو دي بس انها وقت محدد يعني المهم فيه زي ذا الطاولة زي ذا الطاولة حقت عضلات دي تنسدح كذي تسحب كل جسمك الواحد من عماني المهم واجلس عليها لابس طاقية دورين كذا انا وراسي اي بالله واجي انسدح لذي حقت العضلة وامسكها بيدي كذا واشد المرة الاولى ايه مرة ثانية شفت الوضع زال لي المرة الثالثة خلاص اثر يدي طفيت صغير ما في شيء ما في حيلة اشد نفسي لين النهاية وقلت ابغى اجرب اني ازحلق وافك وانت ارجع براسي اثاري وراي في دولاب وفيه مقبض الدولاب واطبق يا مقبض الباب في راسي نط طاح اي والله لحظة ادراك انا باقي منسدح كذا واحس في الم اي والله المهم والبس الطاقية زي الارب التفت الطاقية على جنب والبسها واضغط على راسي وامشي ماذا كذا هربت طلعت من الغرفة وقفلت ورجعت اثار الجريمة ما ابغى اثار الجريمة تبان ارجع للمجلس عند جدي جدتي وابوي واجلس معهم شوية المهم ظنيتنا صلينا يوم صلينا بعد الصلاة ولا يطالع ابوي في طاقية يقول ايش ذا اللي في راسك؟ قلت ايش؟ قال تعال تعال ويمسك راسك كذا قلت الطاقية لو والله اثري راسي قد حفر في دم اثري من دي من حقة العضلات دي وطبقة الباب
الدولاب. اي والله، واذا طلع واتألم اصيح. وش سويت ما سويت، المهم اني اكب العفش على طول، ما استسلمت على طول، كبيت العفش. والم في راسي لا الم فيه الا الله، اشتلني ودني البيت. رجع لشطة الفيديو والدي في دي، ومسح على راسي وصفقني كم كف كذا ومشت الامور. بس كانت قوية الصراحة الأمانة، فقعت الراس ديك. يعني تيجي مواقف سامجة في حياة الإنسان، بس إنها مضحكة في نفس الوقت وما تنسى. فالشاهد من الموضوع أنه لا تكون خبل أو تكونين خبلة، وإذا كنت في عزومة ولا أنكم تسيرون على أحد ولا تسلمون عليهم ولا تروحون أي شيء، لا تروح في شغلته ما هي شغلتك. خلاص يا أخي قد وكل وسولف، هب هالحلبة وخذ سالفة سالفتين وامشي. خلاص موضوع بسيط، ما يحتاج يعني ما هي تركيب فيزيائي وكيميائي، لا 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 بسيط الموضوع، موضوع أبسط من كذا. أنت لا تخلي من الهبة قبة. نعم. قل لك انه ما خلق العيون الديابة، حنا ناكل من لحمنا. بس والله ان نمت والله صدق، والله انا فنان، خلني اخذ لي قسطة من الراحة. اقول لهم الشيطان ايش دخل انت؟ الا هذول مش طمرين. عشرة أبقار في المرعى تأكل تضرب تضرب تسعى، ذهب الذئب الماكر ويريد أن يصطاد شجر. إن بقي الأبقار السبعة كم بقرة تبقى في المرعى، كم بقرة تبقى في المرعى. لا تقلقي إنني أحب جديدا. هل اشتقتم إلي يا أصدقاء؟ أنا بسيط وأحب النوم كثيرا والأكل لدرجة أن بطني سينفجر. هل تعلمون يا رفاق أن الدنيا لا تحتاج أن تزرتم وتنفس، وعيش حياتك مبتسما مهما كان. الله يشغلك في نفسك، الله يشغلك في نفسك ويمزقك كل ممزق. استغفر الله العلي العظيم. يا ابن آدم يا ابن آدم، جننتنا جننتنا جننتنا، والله جننتنا، والله تعبنا، والله 88 يوم منها. الله يقطعك الله يقطعك. قطعك الله، اشتلوك سبع اشتلوك ونفروا بك. غثيث غثيث، اقسم بالله غثيث. شغله في نفسه.
اخر نكهات تجي الارثم ملحي رثم. اللهم لا نسالك رد القضاء لكن نسالك اللطف به. نطالب من هذا المنبر ان يشوفون حلقه. ولا اقول خلاص يا رجل عاد للجماله. خلاص قد صبرنا 88 يوم مسكت على 8 ايام جايه ولا 10 ايام. خلاص تكاك وكل شيء و قد عصرنا جميع الاشياء. والله يا ريال مده هد المطبخ ولا ما وده يبدا عشان افلح عشان يا سلام. طيب توقع الحين توقع 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 الله أعلم من درجة الحرارة هناك 25 23 حوالي أزين أشيبها ما يطاني أنش أبا قلبش والله يا أبها البهية ترد مكهلة صبية. اليوم النمونيح واليوم السبت اليوم البرايم رمضان قرب. الله 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 يا المشاعر الله يبلغني اياها. لا فاقدين ومفقودين يا رب العالمين. عش حياتك لا تضيع لحظة في الوجود. يقول لك المثل طنش تعش تنتعش. طنش كل ما يكدر خاطرك، طنش كل شيء يزعلك، طنش وخلك لا مبالي في اللي ما يقدرك ولا يحترمك ولا يشوفك شيء. طنش ليه واعرف انك اذا طنشت فانت خطير بالجبنة. استمر ان الله معك ستصل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اني افكر بعدين احلق شاري موس. الله
اي اخذ لك دخل عصفور ذا الحين قد يزعجنا. هذا المطبخ ذي ما وده يبدا. يا ولد بدونا المطبخ يا خلونا نفلح.